أخرى الكرة تبعد من جانب مدافع المنتخب البرتغالي، وبالتالي سرعة المباراة، رتم المباراة السريع، رغبة الفريقين في تسجيل الأهداف. هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، جول! ملك الريال، ملك لشبونة في المباراة الأولى، ملك ستوكهولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال، وبالتالي هذا ما كان في لشبونة وهذا ما يحدث أمامنا الآن في ستوكهولم، وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي. يوم آخر، يعني يوم الجمعة يوم وغدا يوم آخر، واليوم يوم آخر لكريستيانو رونالدو. لاحظ البينية المتقنة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو. هذا لاعب ما يلاعب على الإطلاق، حطها بشماله على يسار حارس المرمى إيزاكسون، وبالتالي يزور كريستيانو رونالدو مرمى المنتخب السويدي للمرة الثانية مع بداية الشوط الثاني. كنت أقول يعني ويحب كريستيانو رونالدو ورفاقه وبلده للبرازيل، ما بالك ان البرتغال تكون في نهائيات كاس العالم في البرازيل. شوف 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 فلاح معي، الانطلاقه، القوه، التسديده. انت ما عليك بعض التسريحات، والله مثلا انطلاقته، مشيته، قصه شعره، هاي السوالف، السوالف امامك الان. كره القدم